مهم قوي ان انا اكلمكم على التهديدات اللي موجوده على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه، واقصد بالاتجاهات الاستراتيجيه يعني اتجاهنا الشرقي، اتجاهنا الغربي، اتجاهنا الجنوبي. الشرقي في حدودنا مع اسرائيل وقطاع غزه، الغربي مع ليبيا، الجنوبي طبعا مع السودان. وبنقول ان طبعا انتم متابعين كويس الاجراءات اللي بيقوم بها الجيش المصري والشرطه المدنيه لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب في سيناء. وانا قلت قبل كده في الواقعتين اللي فاتوا ان في جهد كبير جدا بيقوم به الجيش والشرطه لاستعاده السيطره الكامله على سيناء، لان سيناء لن تعمر التعمير الكامل اللي احنا بننشده الا من خلال وجود امن حقيقي واستقرار حقيقي. والجهود المبذوله بتحقق نجاح كبير. لن تنتهي جهودنا الا بانهاء بؤر الارهاب اللي موجوده في سيناء بالكامل. احنا بنكافح، مش احنا بس، احنا والشعب المصري. لان زي ما قلت مره قبل كده ان ابناء الجيش هم ابناء الشعب، وابناء الشرطه هم ابناء الشعب، وحتى المدنيين اللي بيسقطوا احيانا في عمليات ارهابيه هم المصريين. عشان كده انا قلت في بدايه كلمتي شعب مصر الصامت. انا ذكرت التحديات اللي بدانا بيها من 7 شهور، وكان في رؤيه واضحه ومحدده واصرار على تنفيذ هذه الرؤيه. الرؤيه دي ايه؟ انا قلتها مره قبل كده وهاكدها معاكم تاني، هي الحفاظ على مصر، الدوله المصريه، مع معالجه كل المسائل اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي خاصه بالعلاقات الخارجيه والاقتصاد والارهاب وكل هذا الموضوع. لكن الاصل اللي احنا بنشتغل عليه وبنتحرك بيه هو الحفاظ على مصر. في ارهاب موجود صحيح، لكن الدوله قائمه وفي تقدم وفي تحسن في كافه الملفات اللي احنا بنتكلم فيها. انتبهوا لحاجه مهمه قوي، ما نجحتش مصر في 30/6 الا بوحده المصريين. واللي بيتعمل دلوقتي بصراحه الهدف تمزيق مصر، المنطقه دي بالكامل. انا كنت عارف ان الانتخابات البرلمانيه هيبقى يصاحبها دايما التنافس، وده امر جيد. وانا لما التقيت بالقوى السياسيه كنت قصدت بيهم ان انا اقول لهم عايزين واحنا بنتنافس نبقى دايما شايفين مصر وحارسين عليها، لغايه لما بس نطمن ان الخطر تراجع وان الدوله عادت بقوه. وده مرحله، البرلمان القادم مرحله. وعشان كده يمكن قلت لهم فكروا في ان انتم تعملوا قايمه واحده تتفقوا فيها مع بعض، عشان مش عايزكم تختلفوا ابدا. تنافسوا صحيح، لكن لا نختلف ابدا. وانا قلت واحنا قاعدين واكد عليها، مش عايزين البرلمان ده والتنافس على الانتخابات القادمه تخلينا ابدا ننسى الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هو وحده المصريين كلهم. محدش ابدا يعني يقول انا مش هشارك، يعني مش مطلوب ان احنا غير ان احنا نتحرك عشان نخلص الاستحقاق الاخير في بناء مؤسسات الدوله وهو البرلمان القادم. بس دلوقتي زي ما قلت كده ان الرؤيه هو الحفاظ على بلدنا، الهدف الكبير ان مصر، ومش بس مصر، والمنطقه كمان.